بني أدمين. في الحقيقة كلنا بني أدمين. بني أدمين دي بقى لها معاني كتير قوي، منها إن إحنا ضعفة، منها إن إحنا عندنا مشاكل في حياتنا، منها إن إحنا مساكين. المهم في كل المعاني دي إحنا محتاجين اللي يرحمنا. لما تسأل بقى وتقول مين أرحم حد بينا، في شخص من اللي بيسمع هيقول أكيد أرحم حد بيا، أرحم حد بيا، ويفكر أكيد أبويا وأمي. واحد تاني لا، ياخدها بجانب روحاني شوية ويقول لك لا لا لا، أرحم حد بيا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه. لكن الإجابة الصح فعلا إن أرحم حد بينا هو اللي لولاه ما تخلقش أبونا وأمنا، ولولاه برضه ما كانش سيدنا النبي أرسل، هو ربنا سبحانه وتعالى. أرحم من أبونا وأمنا لأنه في القرآن في سورة النساء تحديدا بيقول إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم، كأنه عايز يقول لهم إياكم أن تظنوا للحظة واحدة أنكم أرحم بأولادكم مني، فأنا الذي أوصيكم فيه، أنا اللي بوصيكم عليهم، إزاي أنتوا أرحم منهم؟ وربنا سبحانه وتعالى هو السبب في أن سيدنا النبي يكون رحيم أصلا. ولهذا في القصة بقى لما المرأة أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي له وتجادله في زوجها، قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. يبقى هو بيقول له هي بتجادلك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لأن هي عارفة أن أنت أرحم البشر فجاية تحكي لك، لكنها لم تشتكي لك، تجادلك أنت وتشتكي إلى الله لأنها تعلم أنه لولا الله لم تكن أنت رحيما أصلا، فمع أن لسانها معك إلا أن قلبها مع الله لا يشتكي لغير الله سبحانه وتعالى. ولما تذكر رحمة الله بتذكر فرعون وبيقول أنا ربكم الأعلى، فربنا يبعث له موسى وهارون ويقول برضه يقول قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى سبحانه وتعالى رحمن رحيم. ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن رحمته في أكتر من موضع من القرآن، قال لنا أنه رحمن وقال لنا أنه رحيم. فنلاقي آية مثلا زي بتاعت وربك الغني ذو الرحمة، لما ربنا يقول وربك الغني ذو الرحمة، لما أنا أوصف حد بالغني بيجي في دماغنا أول معنى بيجي إن فلان غني، ده يعني عنده ممتلكات كتير. بنستعملها إمتى؟ بنستعملها مثلا لما تبقى شاب داخل في مشروع وخايف إن الفلوس اللي معاك ما تكفيش وقلقان، فاللي عايز يطمنك يقول لك يا أخي أنت قلقان ليه؟ ده والدك غني. هنا ساعة ما تسمع الكلمتين دول لإما اطمنت خلاص لإن والدك المتكفل بيك وهيساعدك، لإما تبدأ تقلق أكتر، هو غني بس مش هيحن عليا، هو غني بس مش هيرحمني، هو غني بس مش هيحس بيا، فتقل اكتر. فلله المثل الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى بيفهمنا ان هو المتكفل بنا وهو غني، ولكن لا تقلقوا ان يمنع عنكم مع غناه، لان ربك رغم انه غني ذو الرحمه. فالآية تقول ربك الغني ذو الرحمه. المعنى الثاني للغنى اللي هو غني عنك يعني مش محتاج لك. طب ايه اللي يطمننا في ان ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج لنا؟ اللي يطمننا في كده ان في ناس كتير بتحسن معاملتك لانها محتاجه منك حاجه، فالله يود ان يخبرنا انه يحسن معاملتنا لانه يحبنا، مش لانه محتاج منا حاجه، فهو غني عنا، ورغم غناه عنا هو ذو رحمه. في ايه تانية ربنا بيقول لنا ان الله بالناس لرؤوف رحيم. طول ما قال رؤوف ورحيم يبقى رؤوف لها معنى ورحيم لها معنى تاني خالص. ايه معنى رؤوف بقى وايه معنى رحيم؟ الرأفه دي حين تنزل في مسألة فلا يصيب العبد في المسألة أي ضرر إطلاقا. يبقى أنت بادئ مشروع وربنا رأف بيك، تلاقي المشروع من أوله لآخره ميسر. طب الرحمة، إذا أنت بدأت المشروع وربنا رحمك فيه ممكن يبدأ فيه شوية مشاكل وفيه شوية صعوبات، لكن طالما رحمك الله فلن ينتهي إلا على خير. طب إمتى ربنا يرأف بيك وإمتى ربنا يرحمك؟ رحمة الله للجميع، ربنا رحمن بالكل، ورأفة الله لمن أثبت لله أنه يستحق أن يرأف به. طيب تبان لنا الفرق بين الرحمة والرأفة منين؟ من قصة في الأثر. قصة مرأة أتت لسيدنا داود فقالت لسيدنا داود ربك عادل ولا ظالم؟ قال لها ليه؟ قالت له أنا مرأة وربي أيتام. شغل إيه بقى؟ شغل أن هي خياطة بتغزل من الصوف ملابس وتاخدها وتروح تبيعها في السوق. فهي غزلت وكل حاجة وعملت كل حاجة وأخدت القماش اللي هي غزلته ده حطته في سرة قماش كده، يعني حطت عليه قماش وربطته وأخدته معاها. أتى طائر من السماء فأخد منها السرة بالقماش اللي فيها بكل اللي غزلته باللي راح تبيعه عشان تيجي تأكل عيال ومشي. فهي راح تشكل سيدنا داود تقول له طيب ده مش قطع طرق، أنا غلطت ومشيت من طريق خطر، ده مش حفرة وقعت فيها،
ده طائر أتى من السماء، يعني ده حاجة بمشيئة الله، يبقى ربك عادل ولا ظالم؟ فسيدنا داود ما أجابش، يعني سيدنا داود عايز يجيب بس ما أجابش، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجيب بنفسه. ففي الوقت ده دخل 10 من التجار على سيدنا داود وقالوا له خد الألف دينار دول اعطيهم لمستحقه، اللي انت شايف انه محتاجهم اعطهم له لله صدقة زكاة. فقال لهم طب ليه، ايه قصتكم؟ قالوا احنا كنا في البحر عائدين من رحلة، اوشكنا على الوصول، خلاص هنوصل اهو، لكن حصلت عاصفة، العاصفة دي ادت ان السفينة حصل فيها صوت صغير خالص بس هيغرق السفينة، احنا عايزين نصلحه، فما فيش على السفينة اي حبال. في الوقت اللي ما فيش على السفينة أي حبال وهنغرق وخلاص هنموت بسبب حاجة صغيرة خالص، أتى طائر من السماء فألقى لنا صرة فيها قماش مغزول، ففكينا وبعدين استعملنا ذلك الغزلة فربطنا به الثقب فنجونا، فنذرنا أن يخرج كل واحد منا 100 دينار، فدول 1000 بقى أعطيهم لمستحقهم. فأخذهم داود وأعطاهم للمرأة وقال لها إله يتاجر لك بمالك في البر والبحر وتسألين إن كان عادلا أم لا. طبعا هنا تبان رحمة ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت مش حشين ربنا، المسألة بدأت صعبة شوية تقول ربنا مش رحمني، لا استنى الآخر، هي بدأت معها بصعوبة ثم كان في النهاية أن أتى لها الله بأضعاف أضعاف أضعاف ما كانت ستحصل عليه لو بعته. فربنا رحمن، وثق بذلك وانتظر الفرج. لو بصيت في كل حاجة حواليك تحديدا بقلبك هتلاقي فيها رحمة من ربنا، كل حاجة. لكن ممكن شخص يجي يقول لا في حاجات هي شكلها كده مفيش فيها رحمة من ربنا. مثال قريب خالص، الإنسان ربنا قال خلق الإنسان ضعيفة، يعني هو خلقنا ضعفاء، إيه الرحمة بقى في إنه خلقنا ضعفاء؟ أكيد دي مش فيها رحمة. نقول له لا استنى، ده دي عمق الرحمة، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ضعفاء حتى يحاسبنا يوم القيامة محاسبة الضعفاء، لأنه لو خلقنا أقوياء لكان حاسبنا محاسبة الأقوياء، ودي مشكلة كبيرة. ولهذا بص بقى على اللي اتخلق قوي، الفرق بيننا وبينه، إبليس خلق خلقة الأقوياء فلما عصى أول معصية ربنا لعنه، أما إحنا كبشر نعصي مرة ربنا يقول توب، تاني توب، تالت توب، فيبقى خلقه لنا ضعفاء عمق الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى. تحديدا كل حاجة في الحياة رحمة من ربنا. قصة الفضيل بن عياض هتوضح لنا الموضوع ده شوية، قصة توبته. الفضيل بن عياض كان مبتعد عن الله سبحانه وتعالى، في يوم من الأيام حب جارية، يعني حب واحدة، فهو رايح يتسلق لها الجدران، صعد على الجدار، بقى فوق الجدار، سمع تاليا يتلو القرآن ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فدخلت قلبه فقفز من على الجدار وقال أنا يا رب. الشاهد من القصة إن الفضيل بن عياض مين اللي خلى حد يقرأ جنب البيت اللي هو بيتسلق جداره الآية فالفضيل يسمعها؟ ده كان من إيد الفضيل؟ لا خالص، ده دي رحمة من ربنا. طب مين اللي خلى الآية لما تقرأ تدخل قلبه؟ ما ممكن كانت تقرأ ويسمعها وعادي ويكمل لا ربنا دخلها قلبه. طب مين اللي خلاه يتوب؟ برضو ربنا، رحمة تانية من ربنا. طب مين اللي قبل توبته؟ رحمة ثالثة من ربنا. فيبقى الحكاية من أولها كلها توالي رحمات من الله سبحانه وتعالى. بعد كده الفضيل بن عياض لما نزل من على السور ومشي وراح لمكان بيسموه خاربة، يعني مكان أي حد بيبيت فيه، لما راح هناك وجد قوما يجلسون جايين بتجارة بيبيعوا معديين بيها، فوجد القوم ده بيقولوا نمشي نعدي من المدينة دي بالليل كده ولا نستنى الصبح؟ بعضهم قالوا نستنى، بعضهم قالوا نمشي. اللي قال نستنى شوف حجته كانت ايه، هم ما يعرفوش الفضيل، والفضيل بيسمعهم وهم ما يعرفوش انه موجود. اللي قال نستنى قالوا ننتظر لان في هذه القريه سارق ولص وقاطع طريق اسمه الفضيل بن عياض، فهو قاعد بعد ما تاب فسمعها فاثرت في قلبه تاني رحمه من ربنا برضه، فيقول اللهم اني تبت في الاولى اما الان جعلت توبتي مجاوره بيتك الحرام.
والفضول ابن عياض بقى يروح يجاور البيت الحرام ويسكن عند الكعبة، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يمحو كل تاريخه الوحش زمان، ويفضل لنا الفضيل ابن عياض كرمز للتقوى والصلاح، ويبقى كل الأئمة والدعاء والصالحين فضيل ابن عياض ده مثل أعلى ليهم، كله عايز يوصل للمستوى بتاعه في العبادة. كل حاجة زي ما قلنا رحمة من ربنا. خلينا نبدأ في الرحمات من فوق خالص، من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من الله. ربنا بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم. يبقى أنت ما لنتش من نفسك، ده أنت لنت بالرحمة بتاعت ربنا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. من مظاهر رحمته بقى صلى الله عليه وسلم، عشان نثبت سيدنا النبي ده رحمة من الله، وإن سيدنا النبي كل حياته رحمة من الله، إنه في غزوة أحد فتحت رأسه، يعني دم سيدنا النبي نزل كده، يعني رأسه اتفتحت جرح. طيب بس كده؟ لا، ده كسرت رباعيته. تخيل النبي القوم بتوعه كسروا له أسنانه وفتحوا له رأسه، فهنا المسلمين قالوا له: يا رسول الله لا تدعو على المشركين؟ فتحركت الرحمة التي وضعها الله في قلبه قبل أن يرسله، فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. مشهد تاني برضو الرحمة سيدنا النبي: أتى أعرابي. أعرابي ده يعني من البادية، يعني ما يفهمش تقاليد المدينة، يعني مش عارف أساساً إن في إسلام لسه. فالأعرابي ده دخل المسجد فبال في المسجد. تخيل أنت لو قاعد في المسجد وأتى أعرابي من البادية وبال في المسجد وأنت قاعد، هتعمل إيه؟ نفس اللي انت هتعمله بالظبط عملوا اللي كانوا موجودين، قاموا تناولوه، يعني نهاروه: انت بتعمل كده ازاي؟ ده مسجد، احنا بنصلي هنا. كلام من الا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحركت الرحم التي وضعها الله في قلبه، فقام معاتبا لمن نهروا الاعراب ده، وقال لهم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء. المشكله مش كبيره، ادلقوا بس شويه ماء مكان مبال. فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هنا ما انبش الراجل، ما سبوش، ما عملش، وفهموا الموقف بس، قال له: إن هذا مسجد ولا يبال فيه، إنما بني لذكر الله والصلاة. الأعرابي هنا بقى فهم إن رسول الله رحمة، فقام الأعرابي يقول إيه بقى: اللهم ارحمني ومحمدا. محمد ده رحمني يا رب، فارحمنا هو. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هم أذوني وده رحمني. فقام سيدنا النبي يقول له: لا، لقد حجرت واسعة. فشفت لما النبي رحمه إيه اللي حصل بقى؟ الأعرابي حب النبي إلى آخره. بعد رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كلها، نرجع تاني ونقول إن لولا رحمة ربنا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما، فرحمته من رحمة الله سبحانه وتعالى. اتفقنا إن في رحمة في إرسال الرسول وجعل الرسول رحيم، بس إيه الرحمات اللي بعد كده بقى؟ الرحمة اللي عليها الدور في إبعادنا عن نقيض الرسول اللي هو الشيطان. ربنا بيقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلو لقيت نفسك بتعصي وبتسمع كلام الشيطان، اعلم أن العيب فيك وليس في الشيطان، لأن أنت عشان تسمع كلام الشيطان يبقى ربنا ما رحمكش، عشان ربنا ما يرحمكش يبقى أنت اللي بدأت وأذنبت ذنب. ولهذا ففي رمضان تصفد الشياطين والناس تعصي، وكأن الله أراد أن يخبرنا أن العيب فيكم وليس في الشيطان. فمع أن الشياطين مصفدة إلا أن أنتوا بتعصوا برضو. ربنا في القرآن بيقول أن خلق الإنسان ضعيفة، وبيقول برضو أن كيد الشيطان كان ضعيفة. فيبقى هنا الإنسان ضعيف والشيطان ضعيف، فحتى يغلب ضعيف ضعيف على ضعيف منهما أن يستعين بقوي. فعشان أنت كإنسان تغلب الشيطان عليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، فإذا استعنته غلبت الشيطان. طيب إذا غلبنا الشيطان دي رحمة من ربنا، طب إذا ما غلبناهوش وعصينا، هنلاقي الرحمة التانية مستنيانا اللي هي أنت عصيت، تعالى للرحمة الجديدة اللي هي رحمة التوبة. من عصى فله التوبة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
قلنا إن المشكلة من النفس، النفس هي اللي بتحدد كل حاجة، هي اللي بتقربك من رحمة ربنا لما تطيعه، وهي اللي بتبعدك عن رحمة ربنا لما تعصيه. ولذلك النفس العلماء قسموها لثلاث أقسام. قالوا في القسم الأول اللي هي النفس الأمارة بالسوء، اللي تقول لك إيه اكذب عليه، لو أنت قلت له الحقيقة هتنزل من نظره، اكذب عليه، فتقوم تكذب على اللي قدامك. بعدين بعد كده يجي تاني نوع بقى اللي هي النفس اللوامة، تقول لك أنت كذبت عليه ليه؟ طيب ده لما يعرف بعد كده أنت هتنزل من نظره أكتر، طب ده ربنا يوم القيامة هيحاسبك على الكذب ده، كنت تقول له الحقيقة وخلاص، فتقعد تلومك بقى. يجي في الآخر في نوع نفس اللي هو النفس المطمئنة اللي ربنا راضي عنهم وهكذا. لما نيجي نبص على أنواع الأنفس وعلاقتهم برحمة ربنا سبحانه وتعالى، إن من غضب الله عليه بيلاقي نفسه إيه؟ أمر بالسوء. طب لو ربنا رحم الإنسان يلاقي نفسه لوامة. طب إذا رضي الله عن الإنسان تبقى نفسه مطمئنة. ده ناخده منين؟ ناخده من آية في القرآن، امرأة العزيز في قصة سيدنا يوسف، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يبقى لو رحم ربي صارت لوامة. طب إذا رضي ربي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. دي صور من الرحمات اللي في الدنيا. خلينا ننتقل للرحمات بقى اللي هي بعد ما الدنيا خلصت، فيه هناك رحمات برضو. هنلاقي الجنة نفسها رحمة من الله. هو يعني هل هناك من أرغم الله وحاشا لله أن يرغمه أحد على أن يخلق جنة، ولا ربنا خلق الجنة رحمة منه؟ يبقى الجنة نفسها رحمة من الله. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى ما فيش دخول الجنة إلا برحمة ربنا. ولهذا في الآية بقى تلاقي حتة جميلة قوي، ربنا يقول وأما الذين بيضت وجوههم يوم القيامة ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ما قالش في الجنة، قال أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، ولم يقل في الجنة، لأنه لولا رحمة الله لم تكن هنالك جنة. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أي حاجة عن الجنة فإنما هي من باب التحفيز، يعني بيقول لنا الحاجات اللي عن الجنة دي حتى تدخل الجنة وحب الجنة في قلوبنا فنعمل حتى نصل إليها. من ضمن الحاجات اللي ربنا ذكرها عن الجنة حتى نعلم كم أن الله رحيم بنا هي قوله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. فهنا في الآية ربنا بيقول نزعنا ما في صدورهم من غل، يعني وصلوا للجنة ولسه في غل في صدورهم، وربنا بينزع الغل من صدورهم قبل ما يدخلهم الجنة. فهذا مثال دقيق لرحمة ربنا، أن ربنا بيخبرنا عليك أن تجتهد قدر المستطاع لكن ليس عليك الكمال. ممكن يفضل في قلبك غل، ممكن يفضل عندك بعض النقص، لكن أنت عايز تبقى كامل، أنت مش كامل بس عايز، فافعل ما تقدر عليه ثم إن ظل هناك نقص تكمله رحمة الله سبحانه وتعالى لتصل برحمة الله إلى الكمال. اتكلمنا طول الحلقة عن إن قد إيه رحمة ربنا حاجة عظيمة، وإن كلنا محتاجين رحمة ربنا إلى آخره من الأشياء. لما حد بيكلمك عن بضاعة معينة وإنت عايز تشتريها بتجهز تمنها، بتعرف تمنها إيه وتجهز تمنها، حتى لو ما قدرتش تدفع تمنها كله بتفاصل معه تقول له طب أنا هقدر أدي كذا وإنت تنزل لي عن الباقي إلى آخره من الأشياء. فرحمة ربنا إحنا عايزين نعرف بقى إزاي نحصل على رحمة ربنا في آخر الحلقة. إيه الحاجات اللي بتبعدنا عن رحمة ربنا؟ إيه اللي نقدر بيه إن ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا؟ ده نفهمه من قصة جميلة خالص. روي إن في بعض سكك المدينة باب اتفتح، خرج من الباب طفل بيبكي وبيستغيث، والدته هي اللي طردته وأغلقت الباب. فضل منتظر إنها تفتح الباب تاني ما فتحتوش، تحن ما حنتش، فائس. فخرج الطفل في شوارع المدينة بيفتش بقى أنا هعيش حياتي بعيد عنها، أنا هلاقي مكان تاني، فلم يجد. فلما أتى المساء عاد إلى باب البيت فوجده مغلقا كما كان. فهنا لما لقاه مغلق كما كان ظل يبكي ونام على عتبة البيت، فأمه ألقت بنفسها عليه بقى، خلاص قلبها تحرك، ثم احتضنت وقالت له يا ولدي وبكت أين تذهب عني؟ من يؤيك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم ضمته إلى صدرها ودخلت به بيته. الشاهد من القصة بقى تأمل وهي بتقول له لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك. أنا كده كده رحيمة بيك يا ابني، بس انت اللي بتعصي،
وانت اللي بتبعد، وانت اللي ما بتسمعش كلامي، بقول لك افعل ولا تفعل فتبتعد. فالله رحمن بنا ولله المثل الاعلى، لكن نحن من نعصي، فيكون من رحمته ان يعاقب حتى نعود له. والشعر يقول: قسى ليزدجر، يعني قسى ليتركوا الفعل اللي اغضبه، ومن يك حازما فليقص احيانا على من يرحمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر.